لما بنتكلم يعني ان النادي الاهلي ناجح في رياضات مختلفه، ده مش عن فراغ او يعني مش بنحاول نمجد من النادي ومفيش واقع على الارض بيقول ده، لا حقيقي منتخب مصر للشباب الطايره هنا تحديدا تحت 21 عام توج ببطوله افريقيا منذ ايام قليله وتاهل للمونديال وشرفنا اكيد. خلينا نرحب بضيفنا عمر شريف لاعب الاهلي ومنتخب مصر الطايره تحت 21 سنه ونعرف بقى تفاصيل منك. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. منور الدنيا النهارده. واولا كده في البدايه مليون مبروك بطولة افريقيا والتاهل لبطوله العالم، واكيد برضو الكلام ده ما اتحققش بسهوله، وخصوصا بتهيالي ان انتوا كمان توقفتوا، كنتوا متوقفين لفتره شهور يمكن نتيجه جائحه كورونا، ففكره ان برغم التوقف المده الطويله دي تعملوا انجاز كبير بالشكل ده، فطبعا مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. والله الحمد لله اتشرفت موجود معاكم النهارده ان شاء الله. منور. ربنا يخليك. هو بس فعلا الفترة كانت قصيرة كمان، يعني بغض النظر اللي احنا كان بقالنا فترة ما لعبناش يعني او عشان التوقفات وكده، يعني احنا عملنا تقريبا قبل البطولة عملنا بالظبط معسكر تقريبا 3 أسابيع على ما اعتقد، بس يعني دي اصلا نسبة قصيرة جدا طبعا. يعني على البطولة طبعا. بس يعني الحمد لله احنا كنا قاعدين مع بعض، احنا كنا في بطولة افريقيا تحت 19 كنا خسرناها في النهائي من نيجيريا 3-2، فاحنا كنا متعادين ان احنا ما ينفعش يعني الموقف ده يتكرر تاني، وبالذات ان البطوله في ارضنا يعني، فكان شايف عكاس يهرب من بره مصر. لو ما ينفعش يتكرر تاني كمان الفتره الجايه وانتوا داخلين على بطوله عالم. بالظبط بالظبط، وبالذات ان احنا الحمد لله في 2019 واخدين رابع عالم واول بطوله عربيه، فقلنا ما ينفعش يعني حتى نخسر شوط يعني. طبعا. بس فالحمد لله يعني احنا كنا متعادين مع بعض على ان احنا يعني مش هنفرط ان شاء الله في نقطه. الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا البطوله الحمد لله. مبروك. طيب قبل ما نروح بقى لبطوله العالم يا عمر، خلينا نستنى شويه او يعني نتوقف عند بطوله افريقيا ونعرف منك كان ايه المنتخبات اللي كانت يعني الفوز فيها كان صعب او الفوز عليها يعني كان صعب، كانت المنتخبات القويه وقتها او الصعبه. والله يعني ممكن في احنا كنا 4 فرق، كنا المغرب والكاميرون واحنا والكونغو. بس اعتقد هي كانت في منافسه شويه يعني، والحمد لله طبعا 3 فرق يعني مع احترامي طبعا ليهم، بس يعني كاس العالم يعني المانيا واليابان كان في فرق طبعا مستوى، بس يعني يمكن الكاميرون شويه هي اللي كانت ند لينا يعني، علشان هم ما شاء الله عندهم البولي اخر فتره اتطول جدا بالذات في الفيرست تيم، فاحنا كنا متوقعين برضو اللي هو يعني هينعكس على الشباب او الناشئين. كويس. بس الحمد لله يعني الماتش برضه ما كانش متأزم قوي وقدرنا نسيطر على الموضوع. هل فكره ان البطوله كانت مقامه في مصر ده خلى الموضوع اقرب شويه او اسهل شويه بالنسبه لك، فكره ان انت بتلعب في بلدك وسط ناسك حتى لو من غير جماهير؟ والله يعني هي دي حقيقه، بس هو برضه فكره يعني اللي هي بيبقى فيه برضه ضغط شويه على علينا، بحيث ان احنا ما ينفعش نفرط يعني في المباراه او في الشوط عامه، فزي ما بيبقى يعني ليها افضليه برضه يبقى ليها عبء كمان. عبء كبير اللي كان بيبقى علينا، كان ما ينفعش تبقى البطوله في بلدنا ومش احنا اللي نفوز بيها. بالظبط يعني احنا اول ماتش احنا الحمد لله كسبناه وكان فرق سكور كبير، بس الناس ما كانش عاجبها الاداء قوي يعني، كان فرقه الكونغو متواضعه شويه برضه، فكان الكابتن اتكلم معانا ان هو عارف مستوانا، بس ما ينفعش الصوره اللي احنا ظهرنا بيها في ماتش الكاميرا، قلنا هنعوض الصوره دي، والحمد لله فعلا دكتور اشرف صبحي كان موجود واتفرج على الماتشات كلها، ويعني الماتش ده الحمد لله احنا قدمنا مستوى عالي فيه ويعني ظهرنا بالمستوى المطلوب، في نفس الوقت كسبنا الحمد لله 3-1 يعني. جميل. طيب عمر يعني لو هنتكلم معاك كده شويه عن الفريق عندنا، انتوا برضو مهم ان احنا نعرف يعني نعرفكم انتوا على المستوى الشخصي، انت بتدرس ولا لا؟ يعني ما هو برضه فكره هنا ان انت في الجامعه صح كده؟ اه بالظبط. فانت في كليه ايه؟ انا في كمبيوتر ساينس. طيب كمبيوتر ساينس برضه من الكليات الصعبه بالزبط. فمهم ان عشان دي تبقى رساله للشباب في فكره هنا ان انت ممكن تبقى بطل رياضي وفي نفس الوقت انت ممكن تكون ناجح دراسيا، لان في ناس بتعتقد ان انا لازم حاجه تيجي على حساب حاجه، فخلينا نعرف اكتر عنك وعن الفريق برضه، عرفنا مين اللي انتوا بتدرسوا ايه وازاي بتنظم وقتك؟ هو في كذا حد يعني، في كذا حد كمبيوتر ساينس وفي كذا حد هندسه وصيدله يعني كمان. طب يعني كلها كليات. اه ما شاء الله. هو هي فكره بس ان هي بتبقى ثانويه عامه دي بس هي بتبقى الازمه الوحيده في الحياه. الكليه عمك. خلاص نعدي بس خلاص يعني، دخلت كليه فانا اصلا عندي امتحان الساعه النهارده الساعه 3 تقريبا. الله وجاي لنا يا عمر. بس هي يعني الواحد بيحاول يوافق على قد ما يقدر يعني بينهم. ربنا يكرمك كده ان شاء الله ويعدي على خير باذن الله ان شاء الله. طيب انتوا ان شاء الله الفتره الجايه احنا متفقين اكيد ان الوضع اللي فات مش هينفع يتكرر مره ثانيه، فكره ان ما يكونش فيه استعداد جيد بوقت كافي قبل منها، فاستعدادا بقى للمونديال ناويين تعملوا ايه؟ هل في معسكرات؟ هل في خطه معينه لمباريات هتتلعب
ضد فرق مثلا اجنبيه الفتره الجايه؟ والله واحنا حتى كاس العالم اللي فات اللي خدنا فيه رابع احنا كنا قاعدين برضو عملنا معسكر شهرين او شهرين ونص مع معسكر خارجي بولندا بره، بس احنا لما رحنا وطلعنا وشفنا المنتخبات الاوروبيه وكده عرفنا يعني المعسكر في بولندا، ما صعدتش كاس العالم اللي فات، كانت مجمعه بقى لها سنه ونص عشان كاس العالم، احنا كنا مجمعنا بقى لنا صعب عشان ثانويه عامه وكده، فشهرين وخدنا الرابعه دي كان انجاز كبير يعني بالنسبه للفتره. بنفس الموضوع برده في البطوله الافريقيه 3 اسابيع والحمد لله خدنا البطوله، فاحنا مش عايزين نكرر يعني. لما انتوا عندكم القدره على تحقيق انتصارات مهمه بالشكل ده برغم ان انتوا ما لحقتوش تستعدوا لها، امال لو خدتوا وقتكم تستعدوا انتوا هتولعوا الدنيا الفتره الجايه. يا رب والله ان شاء الله. هي دي الفكره، اللي احنا بس يبقى عايزين فترة استعداد يعني كويسة عشان ان شاء الله احنا عايزين يعني برضو متفقين مع بعض احنا ان شاء الله في كاس العالم الجاي عايزين نجيب ان شاء الله مركز احسن من احنا خدناه، بس طبعا فترة تبقى ان شاء الله يعني فترة الاعداد تبقى اطول شوية او احسن باذن الله ان شاء الله. طب عمر، ايه اللي احنا كمصر دلوقتي بنتكلم عليه في الطايرة، في الكرة الطايرة ناقصنا علشان نقدر نقول ان احنا من اولى الدول في العالم في هذه الرياضه؟ يعني احنا متميزين في رياضات مختلفه منها زي ما كنا بنقرر دايما السكواش على سبيل المثال، ازاي ممكن نوصل برضو بالكره الطايره لده؟ والله انا اعتقد ان يعني الحاجه الوحيده لمصر هي فتره الاعداد. معظم منتخبات العالم اللي بتحقق، ايطاليا مثلا اللي خدت كاس العالم اللي فات كان بقى لهم سنتين او سنتين ونص متجمعين مع بعض يعني واكلين شاربين بيذاكروا بيعملوا كل يعني فتره كورونا ما اثرتش مثلا عليهم خالص. فحتى يعني هي فكره بس فتره اعداد كل ما تبقى اطول ويبقى فيه احتكاك خارجي كمان. يعني احنا ماتشات بولندا احنا لعبنا 3 ماتشات، الماتشات دي فادتنا كتير. اما رحنا كاس العالم لعبنا قبل كاس العالم ماتشات وديه، لعبنا ضد منتخبات كبيره ايران وكوبا، يعني احتكاك الخارجي ده برده بيبقى اهم حاجه. هي فترة الإعداد اللي احنا برضه لسه لغاية دلوقتي بنتزنق فيها شوية، يعني الإعداد فقط بنتكلم، احنا عندنا إمكانيات عندنا لعيب عندنا مدربين عندنا اهتمام، يعني كل ده متوفر. طب كويس جدا كويس جدا، هي بس يعني الخامات موجودة، مدربين موجودين، اللعيبة كل حاجة. حتى اللعيبة أصلا بتبقى أما يبقى في معسكر أو المنتخب بيطلبنا احنا بنبقى يعني فرحانين إن احنا هنتجمع ونعسكر تاني، عايزين نعمل إنجاز تاني زي اللي كررناه. هايل جدا، حلو نسمع ده. لو حد من أولياء الأمور أو الآباء أو الأمهات يعني لاحظوا صفات معينة موجودة في ابنهم أو بنتهم والصفات دي تخليه يصلح لممارسة رياضة الكرة الطايرة، يعني الرياضة دي تحديدا، أنت فاهم إزاي؟ تنصحهم بإيه؟ إيه مميزات الرياضة دي؟ ولو شافوا إيه في ابنهم أو بنتهم ده ممكن يشجعهم على إن هم يخلوه يلعب يعني. بالظبط كده. والله يعني ممكن تكون معتمدة على الطول شوية يعني كطايرة يعني أو كده، بس أنا صراحة ما يعني هي برضه مش فارقه يعني مش فارقه كطول كتير يعني. يعني في مركز اسمه يعني ليبرو بيبقى قصير برضه في الملعب، فهي مش فارقه غالبا بيبقى كده فعلا. حتى في الباسكت على فكره بلاي ميكر بتلاقيه دايما اقصر واحد في الفريق. بالظبط كده، حتى بلاي ميكر برضه ساعات او معظم الاحيان يعني في الطايره بيبقى قصير برضه. هو ده عرف ولا صدفه عبر التاريخ ولا هي بتبقى مقصوده؟ والله بكلمك مش عارف، بس تقريبا معظم القصيرين اذكياء ولا مش عارف يعني. طب ما انت طول وزي الفل اهو. الحمد لله. انت طولك كام يا عمر؟ كام؟ انا 203 ما شاء الله. بجد؟ والله الحمد لله. انت كام يا كريم؟ لا ده انا بالمقارنه بيه يعتبر صغير، كنت فاكر نفسي طويل لغايه لما سلمت على عمر وانا بصص كده قلت لا ده انا مش طويل للدرجه. لا بس برضه اكيد بيفرق كتير، وبيسهل كمان مساله الارتقاء، ان انت القفزه دي والارتقاء عشان تضرب الكوره هو بيسهل برضه المأموريه. بالظبط، هو بس هو فعلا الحوار الطول ده بالذات يعني انا مركز سنتر بلوك، ف يعني المركز ده بيبقى محتاج طول، يعني كل لما تبقى فوق المترين 210 متر، في ناس ما شاء الله 215، كل ما الموضوع يبقى احسن. هو انت نورتنا وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله، وعايزينكم تشرفونا بقى في المونديال باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بالتوفيق للامتحان الساعه 3:30 ان شاء الله. ايوه صح، ده الامتحان ان شاء الله.